أما بعد، وقفنا عند حديث من أحاديث الصيام، وهو الجزء الأخير أو القسم الأخير من أحاديث عمدة الأحكام من كتاب الصيام الذي خصه المؤلف رحمه الله الحافظ عبد الغني المقدسي، خصه للأحاديث الواردة فيما يسن صيامه وفيما ينهى عن صيامه. وكانت الأحاديث هي تلك الأحاديث التي تنهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام. وأورد الحديث السادس من أحاديث الصيام، وهو القسم الثاني من قسمي أحاديث الصيام، فأورد فيه حديث سعد بن عبيد قال رحمه الله: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. اجتمعت كافان متواليتان، النسك نسكان. هذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحين كالعادة، يرويه هذا التابعي رحمه الله، وهو من ثقات التابعين المدنيين، وهو أبو عبيد مولى بن أزهر، واسمه سعد بن عبيد. يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. التابعون هم الذين رأوا الصحابة، فيسمى التابعي. فالتابعي مصطلح عند علماء الحديث يريدون به الرجل الذي رأى الصحابي، فمن رأى الصحابية فهو تابعي، ومن رأى التابعي فهو من أتباع التابعين. وهكذا يوجد عندنا سلسلة الإسناد في الرواية: الصحابي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من رأى النبي مسلما ومات على الإسلام، هذا الصحابي رأى النبي وهو مسلم ومات على الإسلام يسمى الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. ومن لم يرى النبي وإنما رأى الصحابة يسمى تابعيا، يسمى تابعيا. فلا يسمى التابعي تابعيا إلا إذا رأى الصحابي، فإذا لم يرى الصحابة ولم يكن معهم ولا في عصرهم ولا حصلت له رواية عنهم لا يسمى تابعيا. هناك تابعي من اليمن يسمى سويد بن غفلة. سويد بن غفلة أقبل إلى المدينة النبوية الشريفة مسلما، أقبل من اليمن سويد، ولما بلغ المدينة المنورة وجد الصحابة ينفضون أيديهم من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا صحابي أم تابعي؟ يا عبد العالي، تابعي، تابعي. هذا تابعي من حيث الرواية، هو تابعي، لا يمكن أن يقول قال رسول الله، لأن الذي يقول قال رسول الله هو الصحابي الذي سمع ورأى وعاصر النبي ولاحظ الأنفاس النبوية الشريفة الطاهرة
وروى عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي يسمى التابعي. فالسويد بن غفلة هذا نصيبه، والأرزاق أرزاق، هناك من رزقه أن يدرك النبي، وهناك من رزقه أن يدرك التابعي، أن يدرك الصحابة، فكان تابعيا هذا السويد بن غفلة. ومن التابعين الجماعة، سعيد بن المسيب المخزومي من التابعين أو من كبار التابعين، أبو إدريس الخولاني، خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، محمد بن سيرين، هذه جماعة من التابعين، من أفاضل التابعين. والتابعون أمة يغلب فيها الصدق والإيمان والتقوى والإحسان، فكلما كان العهد أقرب إلى عهد النبوة كلما كان أحسن وكلما كان أشرف. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهي القرون التي شهد لها بالفضيلة أو بالأفضلية، وهي القرون الثلاثة الأولى، فهي خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالتابعون كما يقول أهل العلم الكذب فيهم نادر أو منعدم، نادر أو منعدم، التابعون يغلب عليهم الخير والتقوى، وهم ملاصقون لعصر الصحابة، والصحابة هم المعاصرون للنبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا اتصلت سلسلة الإسناد عند المسلمين. فيأتي الإمام مالك رحمه الله وطيب ثراه، إمام الأئمة مالك بن أنس الأصبحي، فيروي عن التابعين. فشوف السلسلة كم هي قريبة وكم هي عالية، يسمى الإسناد العالي. قال المحدثون إسناد عالي وبيت خالي، أحسن ما عندهم أنهم يدركون الأسانيد العالية، وكلما كان السند أعلى، العلو لا يعني الصحة، ولكن العلو يعني أن تطرق الخلل إلى الإسناد أقل، الإسناد يتطرق إليه الخلل كلما نزل، كلما كان عدد الرواة أكثر تطرق الخلل إلى الإسناد أكثر. رب سند نازل أحسن من إسناد عالي. ولذلك قال ابن المبارك وغيره العلو عندنا الإتقان، العلو الحقيقي في الأسانيد هو الإتقان، وليس هو قلة الرجال، وليس قلة الرجال. وتعريف الإسناد العالي هو قلة الرجال، والإسناد النازل هو كثرة الرجال. التابعون أمة متقية لله، طاهرة نقية، ومنهم جماعات من نقاوة الأمة ومن أولياء الله الصالحين والعباد المتقين، فهؤلاء هم التابعون. هذا واحد منهم، أبو عبيد مولى بن أزهر، واسمه سعد بن عبيد، وهو في القرابة يقترب أو يقرب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فهو من قرابته، يكون ابن عم لعبد الرحمن بن عوف، هذا التابعي عبد الرحمن بن عوف ابن عمه. فانظر إلى تداخل الأنساب، وبتداخلها تتداخل أيضا الرواية. فهؤلاء أمة من أمم المسلمين في زمن من أشرف الأزمان. يقول شهدت مع عمر بن الخطاب
رضي الله عنه شهدت العيد، شهد العيد عيدا من العيدين العيد، فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، نهى عن صيام يوم فطركم من صيامكم، ونهى عن يوم آخر تأكلون فيه من نسككم من النسك. فعبر عمر بن الخطاب عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر عمر عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام. فالنهي نهي النبي، لأن الله عز وجل وكل إليه أمر الشريعة وأمره باتباعها، فهو يأمر وينهى عليه الصلاة والسلام بأوامر الله ونواهيه. فإذا أمر فأمره من أمر الله، وإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام فنهيه من نهي الله، لا يفترق أمره ونهيه عن أمر الله ونهيه. فطاعة الرسول من طاعة الله، وهكذا يجب أن نوطد أنفسنا أيها المسلمون. ما يدخل علينا الداخل ولا يستغل بعض المنحرفين أو الراغبين في التحريف، ما يدخلون على المسلمين ويلبسون عليهم دينهم إلا من جهة أن بعض المسلمين لا يتقن هذه القواعد أو هذه المعاني. لا تتنازل، لا يقولن لك القرآن، فمن زعم أن القرآن وحده هو الإسلام فقد أبعد النجعة ولم يهتدي وضل ضلالا بعيدا. فالضلال هو ادعاء أن القرآن وحده هو الإسلام، وإنما الإسلام القرآن وبيان القرآن الذي هو السنة. فلا يمكن لمسلم أن يساوم على هذه القضية. وبعضهم حين يتشدق بالقرآن تحسبه على هدى، وتقول هذا الرجل صاحب عقيدة وصاحب منهج صحيح، ينشد القرآن ويتمسك بالقرآن. وكثير من الزنادقة على هذه الدعوة، وهم زنادقة ويرفعون شعار القرآن. الإسلام هو القرآن والسنة، هو طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ها هو عمر بن الخطاب يقول يومان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون من نسككم. فسمى العيدين. فهل ورد في الكتاب النهي عن صيام يومي العيد أو عن صيام العيدين؟ هل ورد في القرآن؟ من أين علمنا أن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى محرم لا يجوز؟ من السنة. أين أنت يا زاعم القرآن؟ أين أنت يا زاعم القرآن تزعم أن القرآن وحده هو الذي ينجيك وهو الذي يهديك ويرشدك إلى الطريق القويم؟ أين أنت يا زاعم القرآن؟ ما القرآن إلا زعم تزعمه أيها الزاعم، مجرد زعم أبدا. ها هو عمر بن الخطاب يروي السنة النبوية، يومان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. فالمقصود أنه ذكر أن اليومين منهي عنهما. النهي في الشريعة ما معناه؟ إذا نهى الله ونهى رسوله عن أمر من الأمور،
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نهى النبي عن كذا، نهى النبي عن كذا. النهي، ما معنى النهي في السنة؟ النهي في الأصل عند أهل العلم بالأصول، الأصل فيه التحريم، فإذا نهى الله عن أمر فالأصل فيه أن المنهي عنه محرم فعله أو قوله أو عمله، لأنه من المناهي الشرعية. وتسمى المناهي الشرعية إما نهي القرآن أو نهي السنة، كلاهما من المناهي الشرعية. فالمناهي الشرعية هي ما نهى الله عنه أو نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عنه. فالأصل النهي يقتضي المنع من الشيء، والمنع يقتضي تحريم الشيء، وهذا الأصل في النهي. ثم قد توجد قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة فيكون مكروها وليس محرما، والمكروه يقولون من قبل الجائز وهو قنطرة الحرام، المكروه قنطرة الحرام، جسر إذا أكثر الإنسان من المكروهات قد تقوده المكروهات إلى الحرام. لكن في الأصل أن المكروه من قبل الجائز، فإنما هو مكروه، لكن لا يكثر منه المسلم، يأتي في مكروهات الصلاة ويكثر منها، لا، لا يجمل به، فهي وإن لم تكن محرمة فهي مكروهة. فينتقل النهي من التحريم إلى الكراهة بدليل، والعلماء والفقهاء هم الذين يدركون هذه الأدلة ويبينونها للناس كيف ينقل الحكم من نهي تحريم إلى نهي كراهة، ويصبح الأمر من قبيل المكروه وليس من قبيل المحرم. هذان يومان، وإنما هو شهد معه العيد أو العيدين، هذا عبيد بن سعد الذي ذكرنا ابن أزهر، قال أدركت أو شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان، وإنما شهد معه عيدا واحدا ولم يشهد معه العيدين. فلما قال عمر هذان عيدان، يقصد عيد الفطر وعيد الأضحى، لما قال هذان فجعلهما مثنى؟ هذا يسمى التغليب، يسمى التغليب، فيسمى التغليب. ويوجد هذا كثير في اللغة العربية وفي الأسماء والمسميات، يوجد التغليب، مثل ما يقال الشمساني، هما الشمس والقمر، هذا التغليب، يسمى التغليب. فقال هذان هو من باب تغليب الحاضر على الغائب، كما يقال هذان الرجلان وأحدهما غائب، فهو من باب التغليب. قوله يوم فطركم أو يوم فطركم، هو مرفوع إما على أنه بدل من يومان، قال عمر بن الخطاب هذان يومان، ثم قال يوم فطركم، هذا يسمى في العربية البدل، يسمى البدل. والبدل من المرفوع مرفوع، لأن هذان يومان مبتدأ وهو مرفوع، فما يأتي بعده يكون بدلا، يكون بدلا من المرفوع فهو مرفوع. إذن نقول يوم فطركم من صيامكم، هذا الوجه الأول. وإما على أنه خبر مبتدأ تقديره أحدهما، خبر مبتدأ تقديره أحدهما. إذن الحديث يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، فيها الصعوبة في النطق، نسككم، لأن اجتماع
السين مع كافين متواليين. والمقصود أن عمر رضي الله عنه بيّن أن هذين اليومين منهي عن صيامهما. ثم في الحديث بيان سبب الفطر، قال: يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون من نسككم. فجعل الفطر للعيد الأول، وجعل الأكل من النسك للعيد الثاني الذي هو عيد الأضحى. وذلك أن في الشريعة منهج الفصل، أن في الشريعة منهج الفصل، فلما صام المسلمون رمضان لا بد من فصل رمضان عن شوال، وفصل رمضان عن شوال هو بعيد الفطر، فجاء الفصل بالفطر، الفصل من الصوم. ولأجل أن يشهر تمام الصيام وأن الصيام قد انتهى وأن الفطر قد حل، فيبدأ الفطر بعيد الفطر، ولذلك يسمى عيد الفطر، فهو لأجل الفصل. أشار عمر رضي الله عنه بقوله يوم فطركم أو يوم تفطرون من صيامكم، وهذا لأجل الفطر. وفي الآخر قال لأجل النسك الذي يتقرب به المتقربون ليؤكل منه. فبين أن العيد الأول سمته الفطر، والعيد الثاني سمته الأكل من النسك، فهي إشارة إلى أن العيدين كل منهما اشتمل على وصف أو معنى للفطر، فهذا فطر من الصوم وهذا أكل من النسك، وكلاهما عيدان من أعياد أهل الإسلام. فإذا كان النبي قد نهى عن صيام العيدين فقد اتفق العلماء على أنه يحرم صيام يوم العيد، يحرم صيام يوم العيد الفطر أو الأضحى، لا يجوز أن يصوم مسلم يوم عيد أضحى أو يوم فطر، لا يجوز له أن يصوم، لأنه شيء لو فعله الإنسان يكون قد رد الكرامة التي أذن الله فيها ومنحها للمسلمين، فمن صام يوم العيد رد الكرامة، ولا يجوز لك أيها المسلم أن ترد الكرامة، لأن الله أذن في الكرامة ومنح الكرامة للصائمين ومنح الكرامة لأجل الآكلين من النسك، فلا ينبغي لك أن تصوم يوم فطر ولا في يوم نسك، ذاك لأجل الفصل بين رمضان وشوال، وهذا لأجل الأكل من النسك، فلو صمت تكون قد رددت الكرامة. وعلة التحريم هي الأكل من النسك. علة التحريم هنا التي عبر بها عمر رضي الله عنه هي الأكل من النسك، ولم يعبر عمر عن يوم النحر بأنه يوم نحر، عليكم أن تأكلوا يوم العيد الأضحى لأنه يوم نحر، لم يعبر بهذا، عبر بالأكل من النسك، فالعلة هي ما نص عليه عمر رضي الله عنه.
هذا يوم تفطرون فيه من صيامكم وهذا يوم تأكلون فيه من نسككم. فإذا علة التحريم بالأكل من النسك، ولم يعبر بأنه يوم النحر لأنه يستلزمه، فإذا نحر أكل من مما نحر من مما ينحر في يوم العيد. وبعض أهل العلم يقول إنه شرع غير معلل، شرع غير معلل، هذا قول آخر، لكن عمر علل رضي الله عنه، بين العلة. ومن أهل العلم من يقول هذا شرع غير معلل، وجب أن تفطر في يوم الفطر ويوم الأضحى، وكأنه من الشرائع التي ليست معقولة المعنى. فهناك الشرائع معقولة المعنى وهناك الشرائع غير معقولة المعنى. ما معنى معقولة المعنى والشرائع غير معقولة المعنى؟ أي أن المعنى من التشريع يظهر في شريعة من الشرائع، وهناك شرائع لا يظهر فيها المعنى، والتي لا يظهر فيها المعنى الأمر فيها التوقيفي ويسمى التعبدي، أمرت وجب أن تلتزم بالأمر ولو لم تدرك المعنى الذي من أجله شرعت لك هذه الشريعة في حكم من الأحكام لا تدري لماذا. فقد قبل المسلمون الحجر الأسود طاعة لله وهي عبادة غير معقولة المعنى، تعبد محض، أمر تعبدي محض، تقبيل الحجر الأسود. ولذلك نقل عن عمر أنه رضي الله عنه قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبلك ما قبلتك. فتسمى الشعائر التعبدية، أو أن الأمر في هذا الحكم تعبدي، يعني غير معقول المعنى. وهناك أحكام عقلت معناها، عرف معناها وعرف الحكمة منها. فلو رجعت إلى التيمم لمن فقد الماء أو لم يقدر على استعمال الماء وتيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. التيمم طاعة لله وهو عبادة ترابية، وهي تقوم مقام الوضوء، وهل هي معقولة المعنى؟ وهل التيمم وضع اليدين على الصعيد الطيب ومسح الوجهين الوجه والكفين، هل هذا يقوم مقام الوضوء الذي فيه معنى إزالة الأوساخ وإزالة الغبار؟ فالوضوء معقول المعنى والتيمم غير معقول المعنى. فالوضوء بالماء يزيل العرق والأوساخ ويطهر الرجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار في الوضوء. فالوضوء معقول المعنى والتيمم، هذا هو الذي يقولون فيه أمر تعبدي أو أمر معقول المعنى. تعبدي يعني تعبدي محض لا يعقل معناه، وهو كثير. صلاة المغرب 3 ركعات معقول المعنى أو تعبدي؟ تعبدي، لأن العصر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات وبينهما 3 ركعات، أمر تعبدي. فهذا الذي يسمونه التعبد. النسك يطلق على الذبيحة، يطلق على الذبيحة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك
هي النسيكة، والنسيكة هي الذبيحة التي تقرب بها إلى الله تعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك هو الذبيحة، جمع نسيكة، وهي الذبيحة. من نباهة فقهائنا، فقهاء الإسلام، ونباهتهم كبيرة وعلومهم وفيرة وعقولهم متسعة وقلوبهم رحبة ونظرهم عميق غائر، هؤلاء هم الفقهاء. ما تمر عليهم أمور النصوص إلا وهم يستنبطون ويستخرجون ويستفيدون ويفيدون. فهنا لما ذكرت علة النهي عن صوم يوم الفطر وأنه يجب أن تفطر يوم عيد الفطر لأجل أن تفصل صومك عن شوال الذي هو شهر الفطر وليس شهر الصيام، فقد صمت شهرا كاملا والواجب أن تفصل صيامك عن فطرك. وفصل الصيام عن الفطر هو يوم العيد، فيكون المسلم يجب عليه أن يفطر يوم العيد. لأجل هذه العلة وهي علة النهي عن صوم يوم الفطر، استنبط العلماء وجوب السلام من الصلاة، وجوب السلام من الصلاة. ما وجه الربط؟ ما هو القاسم المشترك أو العلة المشتركة؟ علة النهي عن صوم يوم الفطر هو الفصل، والسلام في الصلاة هو فصل أيضا لأجل انقطاع أو الخروج من الصلاة. فشابه خروج المصلي من الصلاة بتسليمه، شابه علة النهي عن صوم يوم الفطر، وأن الصيام يوم الفطر واجب، فالسلام من الصلاة واجب. الخروج من الصلاة بالتسليم واجب، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. استنبطوا من علة النهي عن صوم يوم الفطر وجوب السلام من الصلاة، لأنه بيان لتمام العبادة، وفصل بين حالة يحرم فيها الكلام وحالة لا يحرم. قال أهل العلم: فتأمل هذا الاستنباط ما أدقه وما أكثر ما فيه من الغور أو الإغال أو غلو في النصوص لأجل أن يستنبط منها ما يستنبط. فصيام يومي العيد كما تقدم لا نقاش في ذلك، وقد حكى العلماء الإجماع. ولو نظر رجل صوم يوم بعينه فوافق يوم فطر أو أضحى فلا يصومهما إجماعا، لا يجوز له. قال الرجل: والله لئن رزقت بولد، والله لئن أعطيت رزقا، والله لئن نجح لي هذا الأمر، نظرت لله صوما يوم الاثنين. فكان يوم الاثنين عيد فطر أو عيد أضحى، هل يقدم النذر أم يحرم عليه الوفاء؟ يحرم عليه الوفاء بالنذر لأجل أنه سيخالف هذا الإجماع، وهو إجماع النهي عن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. فلا شك أن الإجماع قائم على أنه لا يجوز له أن يفي بنذره. ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له: يا عبد الله بن عمر، نذرت لله أن أصوم يوم كذا،
فكان عيدا. فقال عبد الله بن عمر: أمر الله بالوفاء بالنذر، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم العيد. أمر الله بالوفاء بالنذر لقوله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مع أن الحديث الصحيح يقول إن النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير وإنما يكشف البخيل. فالإنسان قبل أن يرزق يكون نشطا متحمسا: لئن رزقت رزقا لأصومن كذا، لئن كذا، يعقد نذرا. ولكن إذا رزق ذاك الرزق فإنه يفتر ويكسل ويضعف عن ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعرف به من البخيل، فيستخرج هذا الذي يتحمس ويعقد نذرا ثم يبخل عن الوفاء به. فلو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذاك الأضحى أو الفطر، إجماع العلماء أنه لا يلزمه، أنه لا يجوز له الصوم. ولكن هل يلزمه أن يقضي أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم، أصحهما المنع. إذا قلنا لا يجوز له أن يصوم يوم العيد الذي وافق يوم نذره، لكن هل يقضي؟ ماذا يفعل؟ هل يقضي؟ الأصح عند أهل العلم أنه لا يقضي، المنع من القضاء، لأن النهي يقصد التحريم، والمقصود أن أصح الأقوال أن لا يقضي، أنه لا يقضي. وبعض أهل العلم ذهب أنه إلى القضاء، نقل عن الأوزاعي أنه مرة قال يقضي إلا أن ينوي عدمه، وحكاه أبو عمر عن مالك، وحكى عنه رواية أخرى أنه لا يقضي، روايتان عن مالك، رواية بالقضاء للنذر الذي نذره هذا الرجل ووافق العيد، هل يقضي هذا النذر أو لا يقضيه؟ والرواية التي فيها أن مالكا رحمه الله لم يقل بالقضاء استحبها عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، وهو من أخص أصحاب مالك، أخذ عنه العلم والعمل أكثر من 20 سنة، ولذلك يقدمه المالكية على غيره، يقدمونه على غيره كابن عبد الحكم، ويقولون إن ابن عبد الحكم خلط مذهب مالك بمذهب الشافعي، وأما عبد الرحمن بن القاسم فبقي على مذهب مالك وبقي ملازما له 20 سنة، أخذ عنه العلم والعمل، فهو مقدم عند المالكية في الرواية. وهنا استحب عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله الرواية عن مالك أنه لا يقضي الرجل الذي نذر أن يصوم فوافق نذره يوم فطر أو يوم أضحى. ثم يذكر العلماء بعد ذلك أن من نذر صيام سنة كم يصوم؟ نذر رجل قال: والله لئن أعطاني الله كذا لأصومن سنة كاملة، فنذر صيام سنة. طيب، يعلم أنه لا يجوز له أن يصوم في رمضان بنية النذر، فكم صار عنده من شهر يجب أن يصوم؟ 13 شهر. من نذر أن يصوم سنة صام 13 شهرا ويومين. حسبتوها ولا لا؟
علاش 13 شهر ياك السنه فيها 12 صام رمضان نحذف رمضان كم سيصوم 13 شهرا ولا يصومن عيد الفطر ولا عيد فانضاف اليه يومان فصارت عنده العده 13 شهرا وصيام او صيام يومين لمكان رمضان وهذا واضح ويومين لمكان العيدين ويصوم ايام التشريق وتقضي المراه حيضها ويصوم ايام التشريق والخلاف في صيام ايام التشريق بين اهل العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وحمد لله فوصفها بأنها أيام أكل وشرب أيام التشريق فمن أهل العلم من جوز فيها الصيام ومنهم من قال إن الصيام فيها مكروه وورد في بعض ألفاظ الروايات عند أهل الحديث وأوردوه مثالا في كتب مصطلح الحديث وهي رواية فيها أيام التشريق أيام أكل وشرب وحمد لله فلا تصوموا فيها زيادة فلا تصوموا لكن هذه الزيادة فيها توقف عند المحدثين من جهة الإسناد فالذي يحاصره الإسناد وتخريج الحديث وهل هو صحيح أو غير صحيح دائما يحسب حسابه لا تجده يتسرع وهذا الفرق بين أهل الحديث وغيرهم أهل الحديث يراعون الروايات أهل الحديث يستدلون بالصحيحة ويتركون الضعيفة وخاصة في الأحكام فلا يعرجون على الضعيف في الأحكام لو أن رجلا نذر أن يصوم العيدين متعمدا هل ينعقد نذره؟ لا ينعقد النذر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو مردود هذا أصل في كل شيء يستخدمه أهل العلم على أن الإنسان إذا عمل عملا على غير الشريعة فهو مردود فهو رد فإذا جاء يعني يقول نذرت صوم عيد الفطر لا ينعقد نذره على الإطلاق ولا قضاء عليه لكن الإمام أبا حنيفة يقول ينعقد نذره ويلزمه قضاؤهما أي قضاء يومي العيد عيد الفطر وعيد الأضحى وطال كلام العلماء في انعقاد النذر وأصل النذر ما هي كفارة النذر قال الله عز وجل يوفون بالنذر فمدح الذين يعقدون نذرا لأن النذر عبادة النذر عبادة كعبادة الذبح والاستغاثة والاستعانة كل هذه عبادات فلا يجوز أن تقدم نذرا لغير الله فلا نذر للجن ولا نذر لضريح ولا نذر لولي أبدا لا تقدم ولو ذبابا وخبر الذباب معروف رواه الإمام أحمد في الزهد مر رجلان على صنم لا يمر أحد إلا إذا قدم للصنم شيئا فقالوا لأحدهما قدم فقال لا ليس عندي ما أقدم قالوا قدم ولو ذبابا فقدم ذبابا فخلوا سبيله فكان من أهل النار وقالوا لصاحبه قدم فقال ما كنت لأقدم شيئا لغير الله ف
فإذا لا نذر في معصية ولا نذر لغير الله عز وجل، لأن النذر عبادة من العبادات. نسأل الله أن يبصرنا وأن يعلمنا. وبعد ذلك ذكر أهل العلم في هذا الحديث أيضا أن الحديث يشير إلى أن الخطيب الذي يخطب الجمعة يستفيد من إشارة عمر إلى أن الخطيب يستحب له أن يجعل خطبته فيما يناسب الناس في أحوالهم وأزمانهم وأيامهم، فإن كانت قضية رائجة في زمانه يجعل له خطبة جمعة، إذا انتشر شيء من مخالفة الشرع في زمانه عمل فيه خطبة الجمعة، فيعمل خطبة الجمعة بحسب ما يكون في الناس ويكون في مجتمعهم وفي أوساطهم وحياتهم. قال أهل العلم فيه دلالة على أن الخطيب يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام، ما يتعلق بالوقت من الأحكام. ونحن في معيشتنا وفي حياتنا كل مرة نجد شيئا يحتاج إلى الكلام، مرة تجد من يهجم على السنة ويلغيها فنحتاج إلى الكلام في السنة، مرة أناس يتساهلون في الأخلاق لا بد من خطب، من خطب الجمعة في الأخلاق، بعضهم يتساهل في الأحكام، يكثر الطلاق في المجتمع وسوء العشرة من الرجال للنساء وكثرة الطلاق بغير سبب، وتنشق العرى أو تنفصم عرى الأسر فيحتاج إلى كلام في هذه، يكثر في الناس المخالفات لأبواب الإيمان والاعتقاد نحتاج إلى خطب في هذه، الجهل بالأحكام يحتاج إلى خطبة، الكيد وسوء التدبير ومخالفة الشرع ومحاولة التحريف يحتاج إلى خطب أيضا، أمور علل القلوب تحتاج إلى خطب كثيرة، علل القلوب ما أكثرها، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، علل القلوب، مساوئ الأخلاق، وكلها فيها المؤلفات الكثيرة لأهل العلم، مساوئ الأخلاق للخرائط، كتب ابن القيم كلها في علل القلوب، وكتب ابن الجوزي كلها في علل القلوب، وكتب ابن رجب الحافظ ابن رجب كلها في علل القلوب، أكثرها في علل القلوب. وفي هذا الحديث ما يسمونه الإيماء والتنبيه على علل الأحكام، وقد بينها عمر قال هذان يومان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، نهاكم عن صيام يوم عيد الفطر يوم تفطرون من صيامكم ويوم تأكلون من نسوككم، قال نهى عن هذين اليومين، هذا يسمونه التنبيه والإيماء على علل الأحكام. وكان عليه الصلاة والسلام يصدر منه هذا الشيء، فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا ومضمض وقال إن له دسما، فهذا إيماء وتنبيه على علل الأحكام، لماذا مضمض النبي قال إن له دسما، مضمض النبي شرب النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح شرب لبنا ومضمض وقال إن له دسما،
شيء قدير. وفي هذا دلالة على جواز الأكل من النسك لقول عمر المتقدم في أن يوم عيد الأضحى يأكل فيه الناس من النسك، وهو صريح القرآن الكريم في قوله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك. فأذن الله في الأكل منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر في الآية التي بعدها. والمقصود أن الأكل منها مأذون فيه، وأنه كما يقول عمر وهو صريح القرآن الكريم والوارد في السنن النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز لمن سمع علما أن يبلغه وأن يعلمه لغيره. فهذا أمامنا الحديث أن عبيد بن سعد أو أن عبيد بن سعد وهو تابعي جليل وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سمع هذا الحديث فرواه وبلغه، فمن سمع علما جاز له روايته وإن لم يأذن له المسموع منه في ذلك، وإن لم يأذن له الراوي أو المتحدث أو من تكلم بهذا العلم. ليس من الشرط أن تستأذن من علمك شيئا أن تبلغ هذا العلم، لكن الذي يجب هو أن تحفظ جيدا وأن تعي جيدا وأن تتحمل العلم جيدا وأن لا تتحمل العلم غلطا ولا محرفا. فالواجب أن يتعلم الإنسان علما ويكون فيه ضابطا، فلا تحرف نقلا ولا تحرف حكما، وإذا لم تفهم فليس عيبا أن يعاد لك الكلام حتى تفهم، واسأل حتى تفهم. لكن الآفة أن البعض يسارع إلى الكلام وينقل عن غيره كلاما لم يفهمه، وهذا هذه آفة صعبة. وقد أرسلت امرأة قديما هنا في مسجد الإمام مالك، أرسلت أحد أقربائها يسأل عن الجبن هذه الكرة الحمراء، الكرة الحمراء التي تأتي من بلاد أوروبا، سألت عنها. فهي أرسلت قريبها يقول لقريبها: لقد بلغ هذه المرأة أنك قلت في الدرس أن الجبن الأحمر لا يجوز أكله، كيف لا يجوز أكله؟ من قال هذا الكلام؟ بلغها أحد ممن اختلط عليه الأمر فنسب إلي القول بتحريم هذا الجبن، وأنا من أحب الأجبان إلي هذا الجبن يا عبد العالي. وذهبت إلى الفلاح في شمال هولندا وسألته في مدينة تسمى زفولة، وهناك الفلاحون وأصحاب الجبن، هذه هولندا بلاد غنية بالأجبان يتقنونها، ما رأيت أحسن منهم في إتقان الجبن. وعندهم الجبن الذي يضعون فيه المنفح يسمونه ستريمسل، والجبن الذي ليس فيه المنفح، قال لي الذي فيه المنفح بثماني خلدات، يعني ثماني ماركات في ذاك الوقت، ثماني خلدة يعني 40 درهم، والذي ليس فيه المنفح 16 خلدة 80 درهم، ضعف. أيها النائم قم وحد الدائم. الكلام تنعسه ناس كيه.
فقلت للقريب قلت له ارجع إلى المرأة وقل لها إنه جبن طيب حلال لا شك فيه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل، وقلت في هذا المنبر مرارا وقلت في كلية الآداب مرارا إن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الأجبان ولم يستفصل، أكل أجبان الروم مع علمه أنهم يستخدمون المنفح، والمنفح أصله نجس لأنه قطعة من معدة عجل ميت صغير غير مذبوح، وما أخذ من الميتة نجس، فالمنفح أصله نجس لكنه نجاسة قليلة في ماء كثير لا تغيره، ونجاسة قليلة في صهريج من الحليب كبير يصنع منه الجبن لا تغيره، فالماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فهذا الحد في الماء للوضوء والاغتسال والتطهر، وهو الحد في الأطعمة أيضا، حتى في الأطعمة بعضهم يحسب أن القضية فقط في الماء الذي نتطهر به، لا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قرابة 400 لتر لم يحمل الخبث، ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، لم تتغير يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، ما دامت هذه الأوصاف الثلاثة لم تتغير في الماء يجوز التطهر به، وما كان الحليب ثلائب من هذا القدر إذا بلغ القلتين وهي قلال هجر ليست أية قلة، القلال المعتمدة عند الفقهاء هي قلال هجر، وهي قلال يبلغ عدد ما فيها من اللترات إلى قرابة 400 لتر تقريبا 350-60 تقديرا، فإذا كان الحليب، وفي هولندا عندهم السهريج الذي يجمع الحليب لا أدري كم فيه، نفتح الصنبور ونأخذ الحليب 10 لترات 20 لتر ونضع المال على الحجر في البادية ونذهب إلى البيت، كم اشتريت أنا من الحليب هناك، تأتي بجالون كبير 20 لتر وتملأ كله ب50 سنت اللتر، جدرام ونص لتر الحليب ذاك الوقت. إذن هذا الجبن، رجوعا إلى الجبن، الجبن هذا حلال لا شك فيه، ولكن هذا الناقل من البيت من المسجد قال لتلك المرأة أنا سمعت الأستاذ يقول إنه حرام، والله ما قلت حرام وما أقولها ولا يمكن أن أقولها، ومن قال للشيء حرام وجب أن يكون الدليل على أنه حرام، هذا ليس فيه إلا الحليب والمنفح، وليس كل شيء يأتي من الخارج فيه شحم الخنزير كما يعتقد بعض المسلمين بدون دليل. اشتريت خبزا في أوروبا وأنا مار به إلى البيت، فجاء أحد الحاذقين الفاهمين فقال لي يا أستاذ تشتري الخبز من هي، قلت له هذا الخبز ما الذي في الخبز ما الذي فيه، قال الشحم الخنزير، قلت له من أين جاءه الشحم الخنزير، قال شحم الخنزير شحم الخنزير شحم الخنزير، فأكثر علي من شحم الخنزير. فإذا تكلم الإنسان يتكلم بدليل، لا تقول شحم الخنزير إلا بعلم، وإذا شككنا ودخلنا إلى مجتمع يخلط المواد الغذائية تحفظنا، أما الأصل فما وجدته في أسواق المسلمين اشتره ولا تسأل عنه، فالسؤال عنه في أسواق المسلمين ضرب من التنطع، لا تتنطع تذهب إلى الجزار وتقول له هل هذه الذبيحة ذبحت شرعا، هذا تنطع، أنت في المغرب وتسأل عن الذبيحة واش مذبوحة شرعا، لا يسأل. قال ابن عمر ما وجدته في أسواق المسلمين اشتريته ولا أسأل عنه، وثبت أن السلف سألوا عن الأطعمة حلها ومحرمها، متى؟ حين تختلط الأمور ويكون هناك داع للسؤال، أما إن لم تكن هناك أمور تشير إلى وجود اختلاط الحلال بالحرام
وخاصة في بلاد المسلمين، فليس من الصواب أن تسأل عن ذلك. إذا الإنسان إذا علم علما سوف يبلغه بعدما يتأكد منه تماما. هذا الحديث لم يذكر فيه عمر رضي الله عنه أيام التشريق، ذكر عيدي الفطر والأضحى ولم يذكر التشريق. فبعض أهل العلم استدل به على أن أيام التشريق يجوز صيامها ولا يحرم، ولكن بعض الفقهاء وهو الأصح عند الشافعية أنه يحرم الصيام أيام التشريق، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وفي قول قديم أنه يجوز صومها بدلا عن الثلاثة الواجبة في الحج. إذا واحد وجبت عليه ثلاثة أيام في الحج لأنه لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي، فالصيام ثلاثة أيام في الحج بالنسبة للمتمتع، يجوز أن يصوم تلك الثلاثة أيام في أيام التشريق هكذا. والفاكهي من المالكية رحمه الله قال في أوائل الصيام: يحرم اليومان بعد العيد على المشهور. قال: والرابع مكروه. الفاكهي من المالكية قال: يحرم اليومان بعد العيد الذي هو الحادي عشر والثاني عشر، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين وهما الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وهو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمع يوم العيد تصبح كلها أربعة أيام. في أوائل الصيام يقول: يحرم اليومان الفاكهي من المالكية بعد العيد على المشهور، والرابع مكروه وليس محرما. الرابع من أيام التشريق قال مكروه. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.